اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. أكلة أم النهاردة بساطة سهولة مرونة. طبعا احنا داخلين على عيد الأضحى وبنرتب في البيت وعندنا المطبخ فيه شوية زحمة عشان اللحمة داخلة وعندنا الصالون وعندنا نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعض. فأنا دوري من هنا لغاية يوم الوقفة إن شاء الله أريحك في المطبخ تعملي أكلات سريعة وسهلة حلوة قوي، ولكن الحرص كل الحرص إن تكون قيمتها الغذائية عالية جدا نستفيد بيها. معايا مثلا النهاردة الكشري. أنا شخصيا عشان نعمل الكشري بالطريقة اللي هي نسلق المكرونة لوحدها والرز بشعرية لوحده والعدس غلبة كتير والحلة اللي في المطبخ مش هتكفي. فأنا دوري النهاردة أعمل لك الكشري، كشري الطاسة بالطماطم حاجة في حلة واحدة. كل انواع المكرونه اللي انت حباها مع العدس اللي هو العصب بتاع الكشري مع الشعريه مع التركايه مع صوص الطماطم. هنشوف ازاي نعمل كشري الطاسه بالطماطم بطريقه جديده ولطيفه وهيكون طعمه احسن من بتاع بره. معايا كبد فراخ النهارده. كبد الفراخ يعني البوتاسيوم يعني الحديد يعني تعالج الانيميا. انا شخصيا بحب كبد الفراخ وخاصه لما تبقى ملزلزه كده ومستويه واخده طعم. بتيجوا نعملها النهارده جريتان بطريقه لطيفه وحلوه بالبشاميل والجبنه. كبد الفراخ بالبشاميل والجبنه لها طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس اكيد هتعجب حضراتكم وخلينا نجربها. نبعد عن السندوتشات وعن ان هي تتعمل ايه مقليه، ولكن الصيف وجو الصيف والحر اللي احنا بنواجهه دلوقتي بيحتاج مننا نقف وقفه مع الايس كريم والعصيرات الفريش الطازه. هنعمل النهارده سموزي الخيار بالزبادي والعسل. الخيار ينفع عصير؟ اجربيه. خيار سموزي بزبادي وعسل مشروب اول حاجه فيه والقيمة الغذائية بتاعته بيريح المعده ويساعد على الهضم ويريح القولون حاجات كتير قوي. انا مش عايز اطول حضراتكم لاننا عارفين كلنا كل انواع الخضروات بما فيها الخيار بما فيها الخس الحاجات اللطيفه الحلوه اللي فيها سكريات شويه بتريح القولون وتساعد على الهضم. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ايه حكايه الكشري الطاسه بالطماطم في حله واحده هتاكل اجدع طبق كشري مصري من ايدك. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه حكايه الكشري اللي بيتعمل في طاسه مع الطماطم؟ اكيد المغازي له تركايه وله تفاصيل كده سهله بسيطه، ودايما نطبق المقوله الشهيره تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد. مقادير على الشاشه. حلو قوي. عدس ابو جبه، العدس الاسمر الحلو الجميل اللي احنا بتاعنا من خير ارضنا. نعرف العدس الاصفر اللي هو العدس ابو جبه بعد ما بيتطحن طبعا وتتشال التغليفه بتاعته. حلو. ده طبعا هو العصب بتاع الكشري. معانا مكرونه صغيره وكبيره وسباكيت وشعريه. اعتقد ثلاث انواع الثلاثه، الباستا شعريه ومكرونه ومكرونه صغيره قوي ومكرونه بتاعه المبكبكه. والرز المصري اللي هو عصب الكشري. ناكله في الهند بقى والهنود يقول لك بتوعنا والكشري احنا لا لا الكشري اكله حلوه. اي نعم اصوله مش عارفين بصراحه، البعض يقول الهنود يقول لك احنا بتاعنا والمصريين يقولوا بتاعنا. انا مع الاكله الجميله اللي عاملها مين؟ فالرز المصري طالما فيها تبقى مصريه مصريه مصريه. ومعانا العدس ونشوف ازاي نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. انا ليا تركايه كده في تحمير الشعريه ودي جديده على فكره اهي. شفت فصوص التوم دي كده؟ التوم البلدي من خير ارضنا اهو. هاخد خمس ست فصوص زي ما هم سلام. حلو اهو. واتأنى كده وانا ايه؟ وعندي في الطاسه اللي انا هشتغل فيها معلقتين من الزيت مع معلقتين من السمنه. معلقتين زيت ومعلقتين سمنه. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف؟ ده الجديد بقى. ده الجديد، انا عايز الكشري ده يبقى له طعم، مش سالي مكرونه ورز وخلاص. ما كانش حد غريب. ادي الثوم. تقول لي ليه يا شيف ما طلعتش بيه متقشر؟ والله العظيم قسما بالله لسه الفكره جايه لي ايحاء دلوقتي، موضوع التوم ده، وانا واقف كده بفكر عايز اعمل حاجه جديده وتبقى مميزه، اعمل ايه؟ على طول طالما في حب للمطبخ وحب للشغل بتاعك ربنا بيوعدك بالايه؟ بالتفكير الحلو. هناخد التوم ده يا عم الشيف في قلب الزيت اللي سخن ده كده اهو، ونحمر التوم ده شويه يغير لي من طعم السمنه ومن طعم الزيت. التوم احنا عارفين بيدي طعم وفليفر للحاجات دي. دول كفايه عشان اللي مش بيحب التوم. حلو كده زي الفل. الزيت سخن معانا بنحط فيه معلقه سمنه. فكره ومش كان المقادير مش مكتوب فيها توم، بس فكره التوم السليم دي مش مكتوبه. دي سمنه
وسمنه بلدي علشان الكشري يبقى له طعم. حلو الكلام. هننزل بالثوم ده كده زي ما هو سليم كده، وعندنا شعريه ونحمر الشعريه مع الثوم. شفت الجديد؟ والله فكره يا شيخ. الشعريه هنا بقى لها طعم تاني خالص، خلي بالك. دي تفاصيل بقى، لما بقول تفاصيل صغيره معنى جديد، طعم كبير ومعنى جديد اكيد. اهو ادي الشعريه، التحميره الحلوه دي كده، واحنا اتفقنا شويه ملح على الشعريه بتخليك الشعريه كلها لون واحد. ما ينفعش اكون عامله كشري حبايه فاتحه وحبايه غامقه، اهي معلقه الملح دي هي اللي بتخليك الشعريه كلها لون واحد في التحميره. بس خليكي فاكره انك انت حاطه ملح عشان ما تزوديش ملح على الكشري كتير. حمر الشعريه كده كويس في الملح والثوم. هي دي الحاجات بقى اللي بتدي ايه فليفر وطعم. شفتي الشعريه دي كده؟ مكوناتنا عندنا هنا رز، مكرونه، عدس، كل دول مع بعض. هنشتغل ازاي؟ ايه اللي بعد الشعريه؟ العدس ابو جبن الاسمر الحلو ده جميل، بيتسلي يا اخت نص سوا، نص سوا يعني تقريبا كده يبقى حلو زي الفل. يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعد ما يتغسل بنسلوه في شويه ميه بشويه كمون نص سوا. ده العدس بتحضريه. بيتحط السليم على الشعريه. طب لو اتحط سليم على الشعريه ايه اللي غير يا عم الشيف؟ هتلاقي الكشري لونه اسود. شوف بس انا بوديكي بس التفاصيل دي، التفاصيل. لو انت نزلت وعملت بقى انك انت بقى فيلسوفه وقلت لا ده انا هخلي الكشري العدس يستوي في قلب الكشري، هيخلي لك الميه بتاعه الكشري كلها لونها اسود. الدليل على كده لما بتيجي تستوي العدس ده في شويه ميه بتلاقي الميه لونها غير، مش لون هو العدس كده زي العدس الاصفر لما بيستوي بتبقى لونه كهرمانه، نفس القصه ده لونه بيسود شويه. حلو. فاوعى تخطئي وتحط العدس كله مره واحده من غير ما تسليه، تسليه نص سوا او ثلاث ارباع سوا. اتحمرت الشعريه مع التومه، اكيد طعمها مختلف. فكري لما تعملي رز بشعريه تعملي فكره التوم دي، والله العظيم انا بتكلم الصراحه، فكره التوم مع الشعريه جت لسه دلوقتي حالا. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ننزل بالعدس. بس تسلم ايدك. كفايه. ننزل بالمكرونه. الله، خلي بالك يكون في ميه بتغلى عندك. ننزل بالرز. الله. انا هتغدى من الكشري ده النهارده. احنا عندنا شغل في الاستوديو، بعد ما نخلص نتغدى كلنا مع بعض. حلو. حطيت ايه الاول؟ الشعريه، وحطيت العدس. وادي المكرونه الصغيره، مش هحطها كلها. فكره يا عم الشيف والله، ده انا بقعد اعمل في 50 حله اهو، لسه ما خلصتش. عندنا سباكيتي. هناخد السباكيتي ده زي ما هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس القصه، شوية العدس دول على الوش. حلو يا عم الشيف. شفتوا ازاي؟ لوحة فنية. أهم حاجة فصين التوم اللي أنا حمرتهم مع الشعرية، هو ده الموضوع. وهناخد بقى المية اللي بتغلى عندي هنا. تعرفين الشيف المغاز دول التاتش بتاعه؟ دول ورقتين نعناع عشان اللي يشتكي من التوم يقول لك أنا مش بحب التوم. عود روزماري حلو علشان طعم المكرونه. يلا بينا. فص توم كده حلو عشان العدس ده كده. البهارات بتاعتنا، ملح قليل عشان حاطين ملح مع الشعريه، فلفل اسود اهو، كل ده عم الشيف. شويه بابريكا حلوين. وانا شغال كده لوحه. حلو. شوية كمون حلوين علشان العدس والقولون مشاكله. اللي بالك زي الفل كده. تمام. الماء المغلي، ولازم يكون ماء مغلي. يلا. ننزل بقى كده واحدة واحدة.
ايه رايك؟ ريحتك. ما احنا جاي علينا بقى عيد ترتيب بيت وتبيح ونجهز نفسينا والتلاجة بقى نفضيها والجو ده كله. نعم لغايه لما انت تقول لي كفايه. المخرج بيقولك تحط ميه لغايه امتى؟ لغايه لما انت تقول لي كفايه. لا لسه شويه. هقول لك ليه. لان بس لا الرز والمكرونه وده كله. بس خلاص وما تقلبهاش، هي هزه. انت بس قولي لها يا حله تهز هتتهزي، ما عليك ادي. خلي بالك. خلص الكشري وروقان ومطبخك رايق ونضيف، طبق فيه كل حاجه، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي. لازم الهزه دي. اوعى تضربي شوكه ولا معلقه ولا سكينه. خلي بالك. بس خلاص نغطيها، غطيها يا عم الشيف. خلص الكشري يا بختي. وعملت ايه الحلاوه؟ ايه الصوره دي؟ انا اللي عملت ده؟ أنا نطلع فاصل. إيه الكلام؟ يلا بينا غطيها. خلينا نطلع فاصل، نغطيها بعد الفاصل عشان الصورة حلوة على الشاشة، الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف إيه حكاية كبد الفراخ بالبشاميل والجبنة، أكلة تناسب الصغار والكبار وقيمة غذائية عالية جدا. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكل منتظر دلوقتي يشوف الكشري ده هيعجن، هل التفاصيل هتبان، المكرونه لوحدها والشعريه لوحدها. احنا الميه تكدب الغطاس. حاضر يا فندم. المخرج بيقول لي ارفع. اتفضل يا غالي. بدات الميه ايه تنشف كده واحده. بص ازاي بدا اهو، في بكبكه هنا اهو، في عدس بروتين نباتي، في رز مصري كربوهيدرات ونشويات، في مكرونات كلنا عارفينها ان هي بتتصنع من الدقيق الناعم او الدقيق الصاموله الناعم مع بيض وزيت، يعني بروتين حيواني برضو فيها. يعني من عايز اقول الطبق قيمته الغذائيه عاليه وخلاص. هو ده. الاطفال اللي هيعترضوا عاملين لهم كبد بالبشاميل. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. استاذه رحاب المقادير بعد اذنك. كبد فراخ اشتريها من عند الراجل الفرارجي، ربنا يوعدك بزياره النبي يا حاج ابو محمد ولا يا حاج سعيد. وعايزين كبد فراخ حلوه طازه وجبنه موزاريلا وبشاميل. بشاميل يعني دقيق وحليب وزبده، دقيق وحليب وزبده، دي اساسيات البشاميل او مهرجان البشاميل، الدقيق والحليب والزبده. حلو الكلام. ولكن البشاميل بتاع الكبد هياخد بيض، بس امتى البيض يتحط على البشاميل؟ بعد ما يبرد، واحنا مع بعض شغالين كده. واعمل شويه بشاميل حلوين برضه، هيبقى طعمهم مختلف. طاسه على النار، نحط في الطاسه دي معلقتين زيت صغيرين مع قليل من الزبده، والكشري على النار واقف كده باصص له كده، مش كل شويه بص عليه. من شويه هنهدي النار، خلي بالك بعد شويه بس لا ميته نشفت. ابص عليه تاني كده. جه الوقت اللي انا ايه اقصر النار عليه خالص. اتقل على الكشري لما يستوي. هدي النار خالص بقى عليه ونسيبه. نعم بيقول لي ايه اللي هيعرفك ان ميه الكشري مظبوطه مش هيحتاج؟ هقول لك دلوقتي حالا، بس خليني اوطي النار. تمام زي الفل. طاس على النار، باخد بصلايه ناعمه. انت تعمل بشاميل يا شيف؟ ايوه يا سيدي، اصبر عليا الله يرضى عليك. بصلايه ناعمه ده البشاميل، فص توم ناعم ده للبشاميل، شويه زعتر ناعمين، للبشاميل، ونقلبهم مع بعض. ما تستناش لما ناخد لون، يعني ايه ما يسودش. اشم بس ريحه الزعتر مع التومه والبصله كده. تشويحه. حلو. ننزل بعم الدقيق. تعال ونقلب، وانا بقلب انزل بمكعب من الزبده. حلو عشان اخد شويه بشاميل حلوين ناعمين كده. عندي حليب، عندي عندك شوربه فراخ اهلا وسهلا، شوربه لحمه اهلا وسهلا، بس انا من رايي يعني ونصيحه تعملي بيها وما تعمليش، القرار قرارك يعني. خلونا في الثلاث ايام دول ما فيش لحمه خالص عشان نشتاق للحمه. يعني اضيف فراخ، كبد فراخ زي ما انا شغال كده، مكرونات، صينيه مسقعه، طبق فول، طاجن فول،
بالسجق مثلا، لا بلاش بالطاجن بالفول، طاجن فول بالطماطم بالحمص، بعيد عن اللحمه وبعيد عن منتجاتها، سجق بقى والحاجات دي كلها والمفروم والحاجات دي كلها، لان جايه علينا بقى احنا المصريين كرمة، كل الدول العربيه كرمة طبعا، بس احنا فينا عاده فتحت عينيا عليها، الباب يخبط 3 ايام عيد، اول يوم وتاني يوم العيد وتالت يوم، يمكن يوم الوقفه كمان، امي بتسلم عليك ودي اللحمه، بابا بيسلم عليك ودي اللحمه، ابوي بيسلم عليك ودي اللحمه. شفت انا بقلب الدقيق مع البصله والثوم اهو، حلو شويه بشاميل الحكايه زي ما قال المغازي. مفيش كتاب هنا بيقول الكلام ده، وقت الكتب وعصر الكتب انتهى، في ابتكار، في حب شغل، في ابداع، في ان الواحد يركز في شغله. حلو، هنا بقى نحتاج للمضرب. حلو الكلام، ادي المضرب في ايدينا، بسم الله، وادي الحليب، ننزل الاول بجزء صغير ونتاكد ان كله اتقلب. هوريك شويه بشاميل دلوقتي حكايه. طب ده كلام يعني يا شفيق، انت بتشكك في قدراته ولا ايه؟ كلكع كلكع معاك انت، كلكعش معايا انا. ننزل بالكميه الثانيه، لازم على 3 مراحل، في ال3 مراحل بتتحكمي في القوام. والتقليبه دي مطلوبه. ما يشترطش، بيقول لي ننزل بالحليب مغلي سخن يعني ولا بارد؟ وده سؤال حلو اجيب بجد، ولا اوجه لك التحيه والشكر. خرجنا بيسالني بيقول لي الحليب اللي نزلت ده بقى سخن ولا بارد؟ واضح ان البشاميل اللي بيكلكع منه لما بيخش المطبخ. لا عادي بارد والله العظيم. اهم حاجه تحميره الدقيق زي ما انا عملت كده. في شويه كده في الاطراف هنطلعهم كده عشان يبقى هنا ايه، خدت الكميه كلها ونقلب كده. ننزل ببقيه الحليب. ليه ب3 مراحل بقى؟ المرحله الاولى بلم العجينه، فكره عمل بلح الشام، الله عليك يا عم الشيف، دي التفاصيل. لميت العجينه، بعد كده بنزل بالجزء الثاني افك العجينه، الله عليك مدرسه. فكيت العجينه بقى لها قوام سميك. الجزء الثالث قوام البشاميل، هتعمله ايه؟ بسطه يبقى لازم يكون خفيف، خضار يبقى لازم يكون تقيل. شفتوا المدرسه الطهويه؟ هي دي. يعني ايه بسطه يكون خفيف ويعني خضار يكون تقيل؟ الخضار بيديني سوائل، طبيعي البشاميل يكون ايه؟ خفيف عشان نعوض السوائل دي كده. البسطه نشويات، فلازم البشاميل هنا يكون ايه؟ خفيف علشان نعوض النشويات بتاعه المكرونه. شويه الملح. عندي كمان يا عم الشيف شويه فلفل وسنه بابريكا، عندي كده شويه بشاميل او صلصه بيضة. تمام، هنخلي دول كده على جنب، خلاص خلصنا من دول. طاسه شديده الحراره على النار عشان الكبده، بنحط في الطاسه دي شويه زيت، حمر بقى شويه كبده. حلو الكلام، شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد بعضينا كده ونجيب الكبده بتفاصيلها بقى. لا يا غالي، البيض ينزل على البشاميل بعد ما يبرد، لو نزلت بالبيض دلوقتي على البشاميل هيبقى اومليت، هيبقى سكرامبت، حاجه كده بيض وحليب يعني البريكفاست. طيب ادي الكبده، الله، سؤال حلو برضه، بيقول لي ينفع نعمل الكبده العادية بنفس الطريقة؟ يعني كل يوم كبدة اسكندراني؟ جربيها مرة كبدة بالبشاميل. ادي الكبدة هنا معانا، فلفل كبدة، يعني فلفل حار على طول او فلفل رومي عادي بالشكل ده كده على الكبدة بتاعتنا دي كده، كمان قرن زي ده كده. حلوه دي فكره الكبده بالبشاميل والجبنه دي، هيحبوها الاولاد. والسبايس ده اختياري، اساليهم. فص ثوم حلو، شويه بقدونس حلوين، حلو، كل ده على الكبده، كل ده على الكبده. والبهارات بتاعتنا ملح على الكبده،
ومعانا شويه بابريكا على الكبده، شويه فلفل اسود على الكبده، شويه كمون على الكبده، كل دول. وعند الطاسه لازم تكون شديده الحراره فيها شويه الزيت. شفت الكبده في ده عامله ازاي؟ فصوص كبده حلو قوي يا عم. شوف واخد الكبده كده تحمير. الله الله الله. يا ويلي يا ويلي، الف انا لا حل ده. عايز الطاسه دي، خلي بالك ما تفهمنيش. لا ليه ترميها؟ شويه ميه في قلبها كده. اقول لكم دول هيروحوا فين بعد كده. بس خلاص ونقلب الكبده. شيلها دي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. بص عليها بشاميل ده جاهز. يلا حلو. نروق الدنيا دي كده. خلاص خلصنا. نعم. تدفع كام؟ عايز مكان عليه النهارده. مش انت قاعد معايا بعد الهوا؟ عازمك عليه على الكشري. بص عليه. حاضر عينيا. مش هحرمك اي خدمه. حلو. عايز اشوف الكشري. مخرج بقى وعايز الصوره حلو، كلنا نجتهد حتى نخرج الصوره الحلو. روق البوتاجاز. بص انت دايما بيقول لي يا شيف مغازي بصراحه بيعجبني فيك نظافتك وانت واقف في المطبخ. انت احسن مني. هو المطبخ ايه؟ انك انت تقف في المطبخ رايقه كده، والله نفسك بتتفتح وبيجيلك طاقه ايجابيه انك تقف في المطبخ طالما المطبخ نظيف. المطبخ يا ست الكل هو عنوانك. لا هقول لك بقى الصالون ولا الانتريه، انا بكلمك في جزئيه مهمه جدا. المطبخ هو عنوانك. المطبخ هو اساس كل حاجه في البيت. مطبخ سليم يعني اسره سليمه. بس مطبخ سليم تساوي اسره سليمه. نعم نطلع فاصل. حابين سامع فينا غنشه كده على نطلع فاصل. ايه الكبده معايا ما تقلقش عليها. لسه قدامها وقت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نتكلم نظري. الكبده دي بعد ما تستوي عدي شويه رز في التلاجه، بضرب ايدي كده في جوانب التلاجه لقيت شويه رز باين من الملوخيه. رز مصري مسلوق. هاخد الرز ده في الكسرولة الازاز دي كده. ده النظري عشان لو حد وراه مشوار ولا حاجه ما عادوش جنبي. مع ان انا ضد الموضوع ده. هاخد الرز احطه هنا. هاخد كبد الفراخ بعد ما تستوي احطها هنا. هنزل بالايه بقى؟ بابو قلب ابيض البشاميل ده كده على الوش، والجبنه الموزاريلا. صينيه كبد بالبشاميل تاكل صوابعك وراها. نطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد. كل عام وانتم بخير. تابعونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا موضوع الكشري او كشري الطاسة اللي هو في حلة واحدة. بس انا بقول كشري الطاسة لان لازم لما تعمليه في حلة كبيرة كده لها ايد، لان موضوع التقليب وموضوع الشعرية فتبقي بتتحكمي فيها. والله مش عندك الطاسة الكبيرة ديت اللي هي ذات غطا كبير، ممكن تكون حلة كبيرة عادية خالص. حاضر حاضر يا غالي. اتفرج يا غالي. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايدك يا عم الشيف. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ اللهم صل على النبي كده. طاسه تانية خالص. طاسه تانية خالص. واعمل تركايه كده حلوه هتعجبك. حلو. نتسلم مع بعض. احنا ورانا حاجه؟ مفيش حاجه. نولع النار دي كده ونحط في النار دي يا عم الشيف شويه زيت. كفايه. ونخلي الزيت ده يسخن جامد جدا. اديك شويه كشري دلوقتي حكايه. كشري حكايه. قرن الفلفل ده كده ناخده. تكش فيه بزر. تركايه كده. اجود شويه. واللي بيحب حاجه بيجود فيها، زي ما واحد بيحب واحد كده تنه يمدح فيه. فلان ده ابن حلال، ده كريم، ده كان يجيب لنا لحمه العيد قبل العيد بيومين. شفت القرن الفلفل ده كده؟ عايزه انا ده، عايزه. حلو. هنخليه كده على جنب.
هنعمل بيه دلوقتي؟ مش عارف. مكعب الزبده ده كده. سيب الزبده تسيح كده. يلا. نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. المهم ان احنا هنعمل حاجه حلوه في الاخر. المصفى دي معايا. اخبار الكبد ايه؟ حاضر يا فندم. بص على الكبد. شوف بقى اعمل الكبده ازاي بسرعه. احنا شغالين في كله. الباريكس الازاز اهو. هشتغل جنبك هنا. هنزل بالرز اللي انا سلقه مسبقا او كان عندك في الثلاجه، ده رز مصري يعني. كبد الفراخ بالبشاميل وحقوق الطبع لدينا وبس. من هنا اليوم الوقفه باذن الله تعالى دوري ان انا اخليكي تعملي اكلات سريعه بسيطه سهله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. التركايه الاخيره في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه اللي فيها زبده وزيت على النار للكشري. تركايه. حلو الكلام. نقفل الكبده دي ونحطها في الفرن عشان نكسب وقت. ناخد الكبده بتحبشتها بكل حاجه بتركاتها زي ما هي. الله، حلو قوي. نوزع الكبده كده. استوت؟ لما تدوق تقول لي. انا اقول لك استوت مش هتصدقني. انا هتطلعش اشياء ميه مكان التتبيله. حلو. وهناخد جزء من الجبنه ينزل هنا. هننزل بشويه سوائل اللي هي تسويه الكبد، جزء من الجبن، والبشاميل بتاعنا اللطيف ينزل كده. لون البشاميل بامبي، والحقيقه لونها بامبي. كفايه. حلو. والجزء الثاني من البشاميل، قصدي من الجبنه، ينزل كده. جاهز الفرن؟ جاهز الفرن. صينيه كبد الفراخ بالبشاميل وحقوق الطبع لدينا وبس. رشه زعتر. جايلك دلوقتي يا طاسه. صوتك عالي، صوتك عالي علينا يا طاسة. درجة حرارة الفرن عندي 180، مكانها فين مخرجنا الجميل؟ بالله عليك لو قلت مكانها فين هجيبها لك بعد ما نخلص الهوا. فين؟ سلام. هو ده. ما هو يا غالي يا ابن الحلال، الرز تقريبا تلات ارباع سوا وانا واخده زي الفل من التلاجة. حطيته فرضية الصينية، نزلت بالكبدة بالبهريز بتاعها بالصوص على الرز، نزلت بشوية جبنة، نزلت ببقية البشاميل. الصورة الحلوة تعني مليون كلمة من الفرن. نرجع لحكاية الكشري. أنا عارف أنت مركز قوي معايا في الموضوع ده. الفلفل الحار. يا ويلي. طعم ده. شوية صوص طماطم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. دي الطشة بتاعت الكشري بتاعت المغازي. مش هحط حاجة غير شوية ملح للأمانة، شوية فلفل أسود للأمانة بس. ومصفة ناعمة جدا ست الكل، ناعمة جدا. أنا مش عايز ده يبان. بعد الغلوة دي كده ننزل هنا كده. تشريبة. الله عليك يا شيف، الله عليك وعلى والديك، ويزيدك علما نافعا. لسه ما خلصتش. الزيت مع الزبده مع القرن الفلفل الحامي مع معلقه معجون الطماطم، ده اللي هيفك الكشري من بعض ويخليه مفلفل ونغرفه مع بعض. خلص الكلام. تغرفه؟ حاضر يا فندم. يلا. الف انا وشيفا اللي ياكل. اهم حاجه دعوه حلوه في ايام مفترجه مباركه. نغرف الكشري مع بعض؟ يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه هنا. بسم الله. أوبا. ونشيل الحاجات اللي احنا كنا حاطينها دي. الروزماري، لان في الاولاد هياكلوا، هم متعودين بياكلوا الكشري بره ما بيلوش الحاجات دي. فعشان نشرح لهم بقى ونخش في التفاصيل هتصدعي راسك معاهم على الفاضي. فانت بس اكلهم كده وقولي ايه رايك يا ماما، ايه رايك يا حبيب قلبي. هيقول لك النعناع عشان يا بابا ريحه التوم اللي الشيف حطها مع الشعريه. طب الروزماري يا مامي ليه حطاه؟ عشان يا ابني دي مكرونه سباكيتي بتحب الروزماري والزعتر. حلو الكلام. قال هو واحد يمين واحد شمال كده بالشوكه الكبيره دي كده. الف انا وشيفها، الف انا وشيفها. والله لو لفيتي العالم كله مش هتلاقي الكشري بتاع. نعم يا استاذه، الصوت راح بعيد ليه؟ ها حاضر عيني. لازم التقليبه دي. بسم الله. الف انا، الف انا. اوبا. الف انا وشيف. ده عايز بصلايه بقى مقرمشه نحطها. الله الشعرية نازلة ايه؟ ريحة التوم حكاية. ألف أنا وشيف. شوية كشري العيلة والجيران والحبايب. ألف أنا وشيف. اللي ياكل. صوص الطماطم اللطيف ده كده. يعني اللي عايزها ياخد يعني، او تحطيها عادي في سوسيره جنبيها او في طبق جانبي مفيش مشكله. الف انا وشيف. كشري الطاسه بالطماطم. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندنا سموزي. سموزي ده سموزي الخيار بالزبادي والنعناع. نعمله مع بعض ازاي؟ الاكله دي عايزه عصير، يا اما عصير فواكه يا اما عصير يعني طبيعي. سيبك من الحاجات التانية دي علشان يساعد على الهضم، لان الكشري يعني عدس يعني مكرونه زي ما حضراتكم شايفين كده. لا لا لا، ده ما فيهوش حمص. حمص بقى هنخش في تفاصيل تانية. انا بعمل حاجات بسيطه كده مش مكلفه. الحمص يعني طعم تاني وشغلانه تانية، بس انا حابه كده بالطعم ده. حلو الكلام. بهديل الريف المصري والصعيد المصري. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل شوية عصير سموزي زي الفل مع بعض. جيبوا لي التلج يا شباب. عدنا المقادير على الشاشة. مقادير على الشاشة. خيار. لا أنا عايزه بالقشرة بتاعته. القشرة يعني الفوائد والقيمة الغذائية اللي موجودة فيها. خيار. حلو. وزبادي. ورقتين نعناع أخضر. وعسل نحل وخلاط وكاسات ويا سبابين العصير زيدوا حالاته. حلو. عصير خيار. جربيه يا حاج، جربيه يا ست الكل. انت عارفه الهندبه اللي هو السريس الريف المصري والصعيد المصري الجميل، عارفينها؟ سامع عنها. اللي بتبقى موجوده في البرسيم كده وحوالين البرسيم، اسمه السريس. بيسموه في بلاد العرب والخليج اندباء. اغلى طبق مقبلات عندهم. يعني لما يحب يكرموا ضيف يقدموا له الهندباء والرجله. بجد والله العظيم. الهندباء دي ممكن تتعمل عصير، وانا عملتها عصير قبل كده في شغل. بس لو عملتها انا عصير هنضرب يعني. عصير اللي هو السريس يتعمل عصير مع توم مع معلقه سكر. يا ويلي على كوبايه العصير دي، يا ويلي يا عم ملاح. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل العصير الخيار بالزبادي او السموزي. هناخد الخيار زي ما هو كده. بورقتين النعناع. خلي بالك عروق النعناع ما تتحطش لانها مرار. ربنا يكفيكي شر المرار يا امي يا خالتي يا عمتي يا اللي كل بيتابعوني.
الخيار البلدي بقى لما يتعمل بقى حكايه. انا زمان كنت اكل الخيار البلدي والله العظيم اتني اشم اطراف ايدي واصابع ايدي كده فيها طعم الخيار. دلوقتي الواحد ياكل كيلو خيار كانه بياكل كنتالوب. زبادي اهو على الخيار عصير ده. انزل بالعسل ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب ان شاء الله. قولوا امين. ده العسل نازل وايه بجبن هنا ليه يا عم؟ العسل ده عايز صينيه كنافه، عايز صينيه بسبوسه، عايز شويه فواكه. عسل على خيار وزبادي، ايه اللي جابني هنا؟ معلش 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 معلش. اضحكوا ما انا عايزكم تضحكوا عشان في ريموت كنترول حاطينه على جنب، ما يشوف هيخلص امتى. عايز الاولاد منتظرين يلعبوا اللعبه ولا يتفرجوا على البرامج بتاعتهم والجو ده. حكيت لكم انا على طفلي يوم الجمعه قابلني بعد الصلاه قال انا بكرهك. خير يا رب وانا ايه؟ شكلي خوف. قال لي عشان ماما بتاخد القناه بتاعتي وبتروح تتفرج عليك. قلت الشيف المغازي يا رب يموت. يا حاول ابوه جه جاري يحضن فيا ويبوس فيا. ما تاخدش بكلام الواد ده، احنا بنحبك يا باشا والله. هو عشان بيتفرج على قناه بتاعه الاولاد دي زي بنت كده. ومعلش يا باشا والله العظيم ده احنا بنموت فيك، ده احنا بنساهيه، ده احنا بندفع 50 جنيه كل ما تيجي علشان يتليه في الالعاب وهكذا. ندرب يلا. ابن حلال ابن حلال والله. خليها دلوقتي. عصير ليمون ابن حلال اللي انا حطيته ده بيسألني المخرج شويه عصير ليمون للامانه يعني عشان نعادل عمليه الحموضه والسكريات اللي موجوده ما بين العسل والخيار والليمون. يلا نقول بقى ايه يا صبابين العصير زيدوا حالاته. الف هنا وشفا للي يشرب. دي كوبايه الشفا مع الكشري ده والله العظيم هو عدله ده يعني للأمانة برضه عشان ما بقاش حتة بطيخة. يا ويلي تقول لي بقى لحمة وبتاع انسى. ده الدورة ده بتاعي غالي بعد ما نخلص، ما ينفعش أشرب على قهوة. خلص من هنا والدورة ده خلص عليه من هنا. هطلع لك الكبد دلوقتي. حاضر يا فندم. حاضر. خرت عليك النهاردة أنا؟ بالعكس أنا بسمع الكلام. كبد الفراخ صينية بالبشاميل. تركاية بسيطة سهلة تفاصيل صغيرة. ولادك هياكلوا كبد الفراخ بطعم تاني. اللهم صل على النبي. شوفوا تفاصيلها بقى. حلقتنا النهاردة فيها خبرة طهوية فيها أفكار بسيطة وسهلة فيها تكلفة لا للأمانة. هو الرز والعدس من قلب المطبخ وكبد الفراخ عند الراجل الفرارجي اللي على ناصية الشارع كل يوم بنعدي من عليه. جبنا كيلو جبنا نص كيلو حسب عدد افراد الاسره مع شويه بشاميل اتعملوا بتكنيك عالي من الطهي. شفناه ادينا له بصله وتومه وهيئناه ونزلنا بشويه رز تحت كده حلو ونزلنا بكبد الفراخ بالبهريز بتاعها. لما اقول بالبهريز بتاعها ليه غرض في الكلام هنا؟ عشان الرز ياخد من طعم كبد الفراخ وكبد الفراخ تاخد من طعم الرز. ونزلنا بالبشاميل بعد كده وجبنا الموزاريلا وبالف هنا وشفا. اما اللي عاجبني بصراحه وهتغازل فيه لغايه لما الحلقه تخلص طبق الكشري اللي قدامي ده. هجيب الطبق دلوقتي واجيب المعلقه وكوبايه العصير دي. محدش بقى ايه يكلمني. رؤيا فن ابداع. كل عام وحضراتكم بخير. دوري من هنا لغايه يوم الوقفه ان شاء الله اساعدك يا امي يا خالتي يا ست الكل انك تقف في المطبخ وقت قليل جدا لان عندك التزامات تانية. تجهيزك وتجهيز بيتك للعيد ده بالتاكيد بيحصل في كل بيت بيتابعنا دلوقتي في انحاء العالم. رؤيا وفن وابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.
We'll be right back.